أولا أنا أشيد بهذه العلاقات المتميزة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونحن نقول له مرحبا من خلال منبركم في أرض إثيوبيا التي تربطه به علاقة جيدة ومع شعب الإمارات بشكل عام. ففي الوقت الذي يحاول بعض زعماء العالم أن يذهبوا ويرحلوا للضغط على دول أخرى لمحاولة الإفساد بين الدول الأخرى، إذا ببلادنا تستضيف شخصا بقامة الشيخ محمد بن زايد ليسهم في مبادرة البصمة الخضراء التي تخدم البشرية أيما خدمة. طب أستاذ محمد العروسي، خلينا نتكلم بصراحة مع بعضنا، يعني الدولة الأثيوبية ماذا تريد كحصة من مية النيل؟ مصر معروف أن لها 55.5 مليار، والسودان لها 18 مليار، الاجتماع بعد حوالي 74 مليار أو 74 مليار تقريبا. أثيوبيا عايزة إيه من حصة المية، رغم أن هي بتقول أن هذا السد إحنا بنبنيه عشان نجيب كهرباء للأثيوبيين اللي عايشين في الضلمة؟ هي عايزة تسألكم من أين اقتسمتم هذه الحصص حتى حصلتم على كم، 50 مليار والسودان 18 مليار، وهي الدولة التي لم تأخذ حتى مستحقاتها من هذه الكميات التي تأخذ. أنا أسيب الدكتور محمد يرد على حضرتك، ولكن دعني أنا أقول لك بخبرتي المتواضعة أننا اقتسمنا المياه التي تعبر من الحدود الأثيوبية، من بعد الحدود الأثيوبية إحنا المياه الكمية اللي بتعدي إحنا قعدنا على بعض، إحنا والسودان، وقسمناها مع بعضنا. تفضل أستاذ محمد. دعني أكمل، عفوا أستاذ، حتى يكون هناك يعني فائدة للمشاهد. الأمر الآخر، عندما نتحدث عما تريده إثيوبيا، إثيوبيا تريد أن تنعم بفائدة دون الإضرار بأحد، وهذا الإضرار لا يمكن أن يفسره الدكتور الكريم أو يعني بعض المجتهدين في هذا الصدد. أنا أسأل الدكتور ومن يتحدث عن اتفاقيات 1902 أو أي اتفاقية أخرى، هذه الاتفاقية أنت تتحدث عن دولة محتلة، كما تقول أن أنت تقول أن مصر كانت محتلة آنذاك. طيب، لنسلم بذلك، مع من كانت هذه الاتفاقية؟ بين إثيوبيا وبين مصر أم بين إثيوبيا وبين المحتل مصر؟ فإذا كان المحتل مصر هو الذي وقع الاتفاقية، بأي منطق تطالب مصر من إثيوبيا أن تلتزم بهذه الاتفاقية؟ أمر غير منطقي. هذه المياه تدفقت، رغم أن إثيوبيا لم تكن حاضرة في تقسيم المياه التي قسمت لبعض الدول جورا وظلما، فلم تكن إثيوبيا حاضرة أثناء هذه القسمة التي هي قسمة ضيزة بالتأكيد. فتجاوزنا هذه المرحلة لأن الأمطار تدفقت واستطاعت أن تروي مصر والسودان. محمد العروسي، إزاي نحل هذه المشكلة حلا نهائيا، خاصة في وجود محمد بن زايد في أديس أبابا، وهو معروف فعلا أنه هو فعلا واضح أنه هو وسيط بين مصر، وهو طبعا علاقته بمصر يعني حاجة تاريخية ومهمة، وعلاقته أيضا بإثيوبيا حاجة مهمة جدا جدا جدا. هل ينجح فعلا محمد بن زايد في إغلاق هذا الملف بين مصر وإثيوبيا؟ ستنجح الإمارات وكذلك إثيوبيا وكذلك مصر وكذلك السودان في حل الخلافات إذا ما ابتعدنا عن هذه التجاذبات وركزنا فعليا على ما يربطنا من علاقات وطيدة وجيدة بإمكاننا أن نسخرها لمصلحة شعوبنا ولمصلحة أوطاننا بالتأكيد. ولكن إذا ما أردنا أن نخون بعضنا البعض وحسبنا كل صيحة علينا وظننا أن هذه الزيارة للتآمر على فلان وعلان، كيف هذا أستاذ محمد؟ كيف هذا وأنتم الآن تملؤون السد للمرة الرابعة دون أي اتفاق مع مصر والسودان؟ قل لي بالله عليك كيف نتفق؟ هذه هي السبل الوحيدة من خلال تعزيز الدبلوماسية والعلاقات الوطيدة مع كافة الأشقاء حول العالم. مهمة، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وفي أثناء الزيارة زار معرض للمياه والطاقة في أديس أبابا، يبدو أن هذا المعرض كان مجهز يعني خاصة له، يعني ما هي الإشارة اللي عايزة ترسلها أديس أبابا من خلف حضور هذا المعرض لمحمد بن زايد؟ أستاذ محمد عروسي، الدولة الأثيوبية عايزة تاخد كم من حصتنا وتدينا كام؟ خلينا كده نتكلم بالبلدي. والله وحضرتك مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، حضرتك مستشار وزير المياه والطاقة،
اكيد مطلع على الملف، انتوا عايزين تاخدوا كام وتفوتوا لنا كام؟ دكتور عليها هذه مياه وطنيه، عفوا ان شاء الله ما سوينا لها دعايه. طيب نحن نقول لك ان اثيوبيا تريد ان تقوم بالاستفاده العادله ومشاركه اشقائها في مصر هذه الفائده، هذه الفائده تتمثل في توليد الطاقه، فاذا كان الدكتور يخفي كل هذه المعلومات، يا دكتور محمد حافظ انا لست عالما يعني في مجال المياه، انت رجل عالم ورجل متمكن من هذا العلم، كيف بك ان تخفي عن العالم بان سد النهضه لا يمكنه فنيا ان يحبس المياه، عليك ان توضح وتشرح هذه الحقيقه وأن موقف مصر إنما يتمثل في يعني هذه المخاوف التي تتعلق بالملح والتشغيل، فإذا ما تجاوزنا هذه المراحل لأن الأمطار تتدفق وأن الأمطار في ازدياد بفضل الله، فما المشكلة إذن؟ ما الذي تبقى من هذه المعضلة التي لازلتم تهولون يعني أمر سد النهضة بشأنها؟ هذه المعضلة يا دكتور محمد أنت منذ بداية هذه الأزمة وأنت تحلل في هذا الجانب وتتكهن كثيرا يعني علميا ولا أقول عاطفيا لأنك رجل علم، وبعد ذلك يعني نستكشف أنه لم يحصل أي مما استنتجته أو مما حللته، يعني أنا شخصيا ده كلام جميل يا أستاذ محمد، يعني معنى ذلك أن هذا السد معمول للكهرباء وأن أثناء تشغيله لتوليد الكهرباء لم ينقص اي كميه من المياه اللي بتعدي مصر والسودان، كلها تكرر لاجل ان يحتضن الشعب المصري تجاه اخوانه في اثيوبيا وغيرها من الدول، يجب عليكم ان تساهموا في تهدئه الموقف الذي يحتاج الى تهدئه. يا استاذ محمد يا عروس انا مش عايز احلفك، اقول لك تحلف بالله العظيم زي ما حلف ابي احمد قبل كده في القاهره، مصر لن تتضرر مطلقا نشكل حربا او ضررا او نشكل اي من هذه التكهنات التي ذكرتها، واذا كنت مكانك يجب ان افرح بذلك لانني كنت اتكهن بكوارث، اتكهن بسقوط السد، اتكهن بحروب للمياه تقوم. هل انت يا استاذ محمد العروسي يا نائب البرلمان، هل انت تتوعد وتقول للشعب المصري بان سد النهضه والذي سيستخدم فقط على حسب افتراضك في انتاج الكهرباء، هل انت تتوعد بان الشعب المصري ان سد النهضه هيطلع 48.5 مليار للشعب المصري والسوداني؟ فقط الاجابه في كلمه واحده، نعم او لا. اتفضل اجب استاذ محمد العروسي. امر لانني لست صاحب شان في هذا الامر. بلاش تقول لنا رقم يا استاذ محمد يا عروس، ما تقولناش رقم، قول لنا ان مصر لن تتضرر مطلقا من هذا السد. انا اقول لن تتضرر مطلقا من هذا السد واتعهد بذلك يا سيدي العزيز. يعني كميه المياه بتاعتنا مش هتقل خالص؟ كميه المياه لن تنقص حتى هذه التي لم يعني اختلفنا عليها، يعني نقول ان مردتها الى دول حوض النيل، لكن مع ذلك لم تنقص ونحن نحاول الا تنقص ابدا عن الاخوه في مصر، بل ان تزيد من خلال تنظيم عمليه سير المياه وتدفق المياه من خلال سد النهضه. اثيوبيا دوله ذات سياده مستقله ولا تمارس اي نوع من الضغوط كما تفعل بعض الدول التي تنقصها هذه الشجاعه لتتحدث في العلن، تحاول أن تعمد إلى هذه الأطراف وتوسوس لها وتحاول أن تضغط عليها، ولكن محمد عروس حضرتك تعلم أن إثيوبيا هي التي تتزعم اتفاقية دول حوض النيل المشهورة باسم أنتيبي منذ سنة 2010. بشكرك وبعتذر منك لضيق الوقت الأستاذ محمد عروس البرلمان ومستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، وتشوفوا طبعا موصول للدكتور محمد حافظ خبير هندسة الدولي، وأشكركم دائما لكم أيها الطيبون والطيبات، أشوفكم بكرة إن شاء الله حلقة إضافية من عرج الجبين، مع السلامة في أمان الله، في أمان الله.